مشوارنا هيدا الأسبوع لنسأل العالم شو قولك، إلغاء المادة 534 بيحمل حريات؟ أنا برأيي بما أنه المادة بتضر فئة معينة من المجتمع أحسن تلتغى. لا ما بيحمي، أبدا ما بيحمي. أكيد أنا ضد هيدا المادة، لأنه مجرد ما نحن نأذي ونبادل بذات طريقة أنه أي إنسان يعني مثلا نحن منلاقي غلط نأذي، بعتقد نحن صرنا مأذيين ونحن صرنا المجرمين. أنا شخصيا أنا مع الحرية الشخصية بشكل عام صراحة، وأنا ضد أنه مثلا واحد يمنع حرية شخص تاني. صراحة التجريم أكيد غلط. هلأ شخصيا شو بعدنا، بس إذا بدك أحكي أنا أوفرول، في شيء اسمه حرية، كل واحد حر يعمل اللي بده إياه، بس ممنوع يقرب صوب غيره. أنا صراحة أكيد ضد أنه ينحبسه، لأنه كل واحد حر بحياته وشو عم يعمل. لا أنا ضد، كل واحد يعمل اللي بيريحه. أنا بالنسبة لي أنه صراحة طالما في شيء قادرين يهددوا فيه ولا مرة حيكون في حرية، لأنه طول بيضل فيها التهديد ورا هالشيء. ولو بيهتموا بأمور العاز قبل ما يهتموا العالم شو بيعملوا، لما يكون البواب مسكرين شو بيكون أحسن بهالبلد.